صباح الخير. صباح الخير. هاي العدة مالسكي يوم نتوكل. مرحبا مرحبا. واحد يتوكل على فرية مسكياته يمه. ويا صباح الخير. بس شوفوا المنظر المخيف. هذا يقولون الثلج صاير كل صعب واحد يسوي سكي عليه لأنه دي يصير مي. فراح أجرب اليوم. نجرب. على فكرة فارغ يعني ماكو هواية عالم. شوفوا هواية العالم ده توقع لأن الثلج صعب هسه واحد يسوي سكي يعني. هذا اتوقع متكسر. هاي بنية وهنا هك بعد وين وهنا هك. وهذا شنو هذا البيبي؟ هذا البيس للبيبي. فشنو اليوم مليان حوادث. خلاص تكسرت الله يرحمها. لا لا مو الله يرحمها، خطية. حاليا وين؟ حاليا طالع على بيست اسمه الرنار. هذا عالي شوية اصلا فارغ ماكو احد بس انا هالدورة. لا والله كورة اثنين صاعدين فاضي. شوفكم هني. شوفوا يا شباب، شوفوا هاني وين حاليا. بس هذول واني هنا. والله جمال. مو اني بعد جمال بشرف. بس شوف هاي طبعا شوفوا النزلة منها نفتار بالأخير على ذاك الجبل ننزل ويا هذولا. هذا شايف بيني وياكم عين بيني ما سهولة فرة العيد السعيد على عنا طارق أبو جودة. خليك ببيروت لا تجي. اخ والله شوف هذا ايش قاعد يقول. قالولا طارق قالولا رايح الجبل ديواني وحدي. قالولا كل الناس يا تيجي مال صغار. تعدينا هالمرحلة. شوفوا حراويكم احنا وين. اود عبالكم راح انزل يعني هاني ابدا لن استسلم. فشوف وين طالع. طالع على المزار. هسه رايح للقمة. ونزلت بخير وسلامة وراح ننزل مرة لوخ. شوفوا عملناك فوق فوق آخر شيء. على فكرة بلش شوي ينزل ثلج هيك على الخفيف. أيوة بلكي الله تثلج يتجدد الثلج هذا. إذا تسلج الأمور بخير. أيوة رزق رزق. خلص ثلجت.
ثلجت منه ثلجت صار ينزل الثلج. هذا صار نزلت نزلتين وهو قاضيها بس وقعت. وين الكوتش مالته؟ ادري متوازي جابك لهنا، وهذا من محترفين، هذا بس اللي كم واحد محترف بس يعني. ومرحبا يا يابا، شوفوا الجمال اللي هنا، شوفوا روعة المنظر الرائع جدا جدا يا رب. وحدي هنا لا طارق لا كميل لا روي. وتفرجوا هلا راويكم مانوال.